اخويا هذوك المشعوذين شي مشعوذين كيكذب على شي وحده ولا شي واحد تيقول لي سير على عقلو الحوايج وراه يدي له خاطر ولا لا علاقه بداك الشيء هذا هكا نقي اخويا هذاك الشيء انا وكنحرقو ورغم ذلك تيتعدوا على هذا الكناس صاحبي لا علاقه ديما كتلقى انت تنقيه راه كنحرقوها براسها ما كنحرقليش ولكن اخويا لا علاقه ما عرفوش اللي كيعلقوا داك الشيء ولا شنو عرفت شنو شنو بالضبط معلق في الشجره شنو داك الشيء تعلقوا دوك الحوايج ديال العيالات والرجال والستيامات والتراول وهذاك لا علاقه كيتعدوا على دار كناس صافي يعني وانت معدين على الناس ها ومعدين على الناس ومعدين حتى زعما هذه الطريق الرئيسيه كيدوز الناس البراميين والشوها شوها لا علاقه هاد الناس الله يهديهم اللي كيديروا هاد الفكره شنو الرساله اللي توجه لهم شنو نقول لهم الله يهديهم الله يهديهم والله ينسخهم يا ربعين كاع يعني ربما هادشي ما كيمثلش يعني ما كيمثلش الدين الاسلامي ولا شي لا علاقه لها التعويض صافي هذا مولاي اخويا شكرا